باجي كده احط دماغي والله على المخده اقول يا رب عني اعمل حاجه حلوه عشان اجبر خاطر حد ان انا اكون واصله بين الناس الطيبين اللي بيسمعونا دلوقتي وبين الناس الطيبين اللي احنا اللي محتاجينهم مش هم اللي محتاجيننا. يعني تخيل وانا قاعد دلوقتي لمحت كده والمخرج بيشتغل عشان يبدا يعرض التقرير اللي هنشوفه كمان شويه. قلبي وجعني. انت عملت موقف لا ارادي كده لوحدك وانت واقف مع الست كانك بتقول لها انت اختي انت انا انت كنت زعلانه ان انت ما عندكيش ثلاجه فانا جبتها لك لحد هنا اهو وانت ما كنتش معتقده اصلا ان احنا جايين عندك تاني. وقالت كده فعلا. وهي تخيل بقى جبر خاطرها بقى. ايوه جبر الخاطر. الحته دي جت منين بقى؟ جت من اسم الله الجبار. الجبار منشق منها كلمه جبر الخواطر. طبعا انا اول مره اسمعها. انت مش الجبار عاوز افهم معاك. مش الجبار دي اسم من اسماء الله الحسنى؟ طبعا. جدتك زمان يا عم هاني بالاحتفاظ مع الاحتفاظ بالالقاب. طبعا. جدتك زمان كانت بتدعي لك تقول لك روح ربنا يجبر بخاطرك مش كده؟ طب اقف عند يجبر بخاطرك وعاوز اوري الناس عشان تبقى الكلمه اخر حاجه سمعوها والعين هيشوفوها. قلت معاكم ووعدت واقسمت مع سقيا الماء في البرنامج ده على الهوا مفيش تقرير قبل اخر رمضان. رحت قلت انتوا عاوزين ايه غير لما قبل رمضان يخلص هتشوفوا احنا رحنا كسقيا الماء واحلام مواطن ادينا لهم ايه. جبر الخواطر متمثل تماما في التقرير اللي هتشوفوه ده احد التقارير اللي بتاكد بيها سقيا الماء واحلام مواطن. طلبت ربنا بيجعلنا سبب وهنحقق. يلا بينا نشوف اكيمو. يا ميزان الحق عقود وعدل الكفة بإيديك انصف الناس الغلابة واللي عاشوا محرومين. يا ميزان الحق عقود. زي ما انتوا دايما متعودين معايا في احلام مواطن وسقيا الماء الموضوع مش ان انت بتقدم دعم وتقول سلام عليكم وتمشي، لا، الحالات الانسانيه، الحالات اللي محتاجه دعم حقيقي، الحالات اللي احنا لازم نقف جنبها كان شيء طبيعي ان انا اتوقف واسمع قصتهم. معايا طبعا يعني عرفينا عليك يا امي انت اسمك ايه؟ انا اسمي رضيعه عبد ابوي وامي ميتين. عندك كام سنه؟ عندي 35. انا شايفك ماسكه علاج ده يعني انتوا عايشين هنا ازاي في الاجواء دي؟ احكي لي كده. اللي عندنا واحد فاتح فرن عمده احنا علينا بالعشات يا ملك الشمس هتاكلنا حطينا دي شحتنا البوتاجاز ياخدنا حطه الطبيخ والله في الليل وحطها لنا والله في الثلاجه عشان اللي احنا الشمس ما تبخش فينا وخمس رشتات هتجيبها للناس ما قدرش اجيبها والله والجلابيه مشروكه ما قدرش اغيرها شلت ابوي وامي كانوا عاجزين والله شلتهم الناس معاي وقعدت عشانهم والله والناس حن علي بالعلاج واللقمة وبقول انصف الناس الغلابة واللي عاشوا محرومين والله حتى عطوا الطبيخ خد رجل العمدة حطها لنا في الثلاجة في الليل عشان اخاف لا حاجة تبخ نطبخ في الطبيخ واحنا ناكلوه. ازيك يا حاج؟ ازيك يا غالي؟ كل سنه وانت طيبه. انت طيب ان شاء الله يخليك. عامله ايه؟ عامله الله يخليك انا مليحه بيه. كنا موجودين ان شاء الله. ايوه كلكم ان شاء الله يخليكم. من اسبوعين بس. ايوه ما طولتش علي. من قبل رمضان بيومين. ان شاء الله يجبر بخاطرك يا رب. ان شاء الله يخليكم وعليه. قلت كان نفسك في ايه لما قلت لي بالنص كده اللي حنشه كانت بتعمل انا بقول صح. العمده عشان ما تبقاش كدابه. ايوه قلت لك نفسي احط الطبايخ جوه الثلاجه بدل ما العمده ياخدهم كلهم. مش ده حصل كده؟ حصل الله يخليه. وانت بتقولي لنا كده بقى كنت متوقع ان في اقل من اسبوعين نيجي تاني من القاهره احلام مواطن وسقيا الماء عشان نلبي لك حلمك. ايوه انا عارفه انت ما شفت حالتي ومتاكده ان انت هتجيني. والله والله وربنا يخليك ويعود عليك الايام خير ويخليكم تاني وتاني. كان عندك ثقه في ربنا طالما قولي اكيد هيقولي تاني. ايوه قول كل ما اشوفك هتكلم فيا على التلفزيون والناس تضحك علي اقول عارفاه هيجي تاني هيحن عليه بكل اللي انا عاوزاه. وربنا يخليك ويعليه. يعني 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 بعض الناس كانوا يقول لك لا ده مش هيجي. أيوة اقول لك خلاص بقى مره انا سوق على التلفزيون قلت له بعد. ايوه احكي لنا بقى الحكايه دي. انا بدي هتجوزي ولابسه اسود وابوي وامي ميتين وهم جو حنوا علي ابو هيحنوا عليه بالباقي والناس تاكل روحها. كنت عندك ثقه في ربنا وفينا يقول لي اخر ما زهقت قلت لهم طلعوني على البوك بوكس
عملت لهم كده عشان يسكتوا قلت لهم طلعونا على البيك بوكس بلاش من التلفزيون عشان يرتاحوا. البيك بوكس ده اللي هو الفيسبوك. انا عارف صاينة بيها ما معرفش اقول عشان فلاحة ما يعني خدوا بالكم كده تطلع على البيك بوكس بس قررت تطلع في اعلام مواطن وسوقي. ربنا يخليك لي. انت ضحكتك دي فوق راسنا. صلى تسلم راسك ده انت اللي عرس من فوق اللي جبت لي ثلاجة وخلتني جبت علاج المرة اللي فاتت وصلى يعود عليك الايام خير. ربنا يحفظك احنا فقط اسباب لبعض ربنا هو اللي بيرزق. انا بس يعني عاوز دايما الناس تبقى عندها ثقه في ربنا وفي برنامج احلام مواطن ومؤسسه سخيا الماء اللي جت تاني من القاهره. اعتقد دي رساله. ايوه ربنا يخليكم انتوا اللي دورتوا علينا ويستر طريقكم ويعود عليكم الايام خير. قلبك كبير ابيض كله خير وبتتمنى الخير اتسببت فيها بفضل ربنا مؤسسة سخيا الماء وبرنامج احلام مواطن. الناس ما كانوش مصدقين ان احنا بعد اسبوعين بس نيجي نحقق لها الطلب. خدي بالك انا عاوز اقول لك حاجه والله العظيم. اتفضل ان شاء الله يخليك. السيده ميرفت عبد المدير التنفيذي شافت التقرير اللي انت بتطلبي فيه موضوع الثلاجه عشان الحنشه اللي بتاخد. اول ما شافته قالت لي ايه؟ انا هاخد لها ثلاجه وارجع لها. صلى يكفيها. قولي لها رساله وهي معاك. الله يخليك. صلى يعود عليك ريم خير. صلى يجعلك في الخير. صلى يخليك واجبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطرنا. يعني الدعوات دي احنا علينا ودعوتنا هتنفع عشان يوتا ما وغلاب. ربنا يحش على طريقه ويخليكم ويعود عليكم اليوم بخير ويجعلكم في الخير طوالي. خدوا بالكم دي حاجه بسيطه جدا ربنا بيجعلنا سبب. يعني السيده ميرفت عبد وسخيا الماء حاجه بسيطه دي ثلاجه بس. بص فرحتهم. بصوا قد ايه الموضوع فرق معاهم. بصوا قد ايه لما تيجي من القاهره مرتين علشان تاكد ان انت بتدعم الناس دي كمؤسسه سخيا الماء للتنميه وبرنامج احلام مواطن. هي دي القيمه دي الفرحه الحقيقيه. انا عرضت التقرير ده قبل كده والست دي كانت بتبكي. انت كنت بتبكي ها؟ ايوه هبكي والله. النهارده انت بتضحكي. النهارده فرحانه ما بكيش من دوم. انت هحط الطبايخ في الثلاجه. النهارده بس الاكل هيبقى وميه بقى ساقعه واكل في الثلاجه. ما جبناش حاجه نحطها جواها. ده احنا هنملاها لك. يا خس الله يجبر بخاطرك. احنا هنملا لك الثلاجه قبل ما نمشي. طيب ما نحبش نكذبه. الاستاذه ميرفت بتقول لي هتملا لك الثلاجه قبل ما تمشي. يا خس الله يعليها. يا خس الله يعود عليها. قلبك كبير ابيض كله خير وبتتمنى الخير. كانت احد جولاتنا مع سخيا الماء النهارده في قريه العونه مركز ساحل سليم. وشفتوا بداناها هناك مع المحافظ وزاره التضامن بالمشاريع والافران والمكن. مكملين دايما في الخير. سخيا الماء للتنميه فعل وليس كلام. قلبك كبير ابيض كله خير وبتتمنى الخير احيانا وانت في الموقف بتبقى المشاعر اوت اوف كنترول. ثلاجه مش حدث مش موضوع لكن فرحتهم هي الموضوع. اللي انت شفتوه ده وهي ما كانتش متوقعه بتقول لك البيك بوكس وشفت فرحتها وتلقائيتها حتى مشاعرهم معانا واحنا بنطبطب عليهم بتبقى كلها حاجات لا اراديه. كل التقدير والاحترام لمؤسسه سخيا الماء اللي ما كانتش حريصه تمشي من المحافظه دي غير لما تحقق كل امنيات الناس. الثلاجه دي جزء من دعم كتير هتشوفوه في التقرير اللي جايه. تنميه حقيقيه ومشاريع مش فقط مجرد ثلاجات وغسالات واجهزه وديناها. لا ده اللي انتوا هتشوفوه اللي جاي لسه كتير. عاوز اخد تعليقك والمشاعر اللي شفتها من فرحه الست بحاجه بسيطه العنوان اللي فيها وعمقها مصداقيه سخيا الماء. احنا قلنا ان هدفنا ان انت تكون سبب من اسباب جبر خاطر الناس دي. تمام. وقلنا ان ربنا اسمه الجبار. واسم الله الجبار له معنيين. المعنى الأول وهو المشهور قوي 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 بين الناس إنه الجبار هو الذي يقصم ظهور الجبابرة والمتكبرين والظلمة. لكن المعنى بقى الخفي اللي محدش واخد باله خالص منه إن الجبار هو الذي يجبر خاطر المنكسرين.
هو الذي يجبر خاطر المحتاجين. يعني انشق من جوه اسم الله الجبار المعنيين اللي هم يبانوا عكس بعض. زمان قبل التقدم العلمي لما واحد كان يتخبط في ايده لا قدر الله ويتجزع او تتكسر يتقال له روح لمين؟ روح للمجبرات. المجبرات اللي هي الكبيره الجسم الجبير اسمها الجبيره. في الفقه عندنا باب كامل في الفقه اسمه المسح على الجبيره. لما حد ايده يحصل فيها مشكله فيجبرها. شفت المعنى ايه بقى؟ انه حصل عنده شرخ، فالفقير ده عنده شرخ، فانت بتجبر الشرخ ده. عاشت طول عمرها ما عندهاش تلاجة، عاشت ما عندهاش بوتجاز، مستنية تاخد تلاجة وبوتجاز وتعيش حياتها الطبيعية. تخيل بقى اللي بيسمعني ده، انا محتاج النهاردة، والله انا محتاج النهاردة مش اقل من 60 تلاجة، 60 غسالة، 60 بوتجاز. بتعني ادفو اسوان اعنيها وغيرها، لانه انا شغال 10 10، فبخلص عشان عارف ان كنا هنسلم على المفتاح، فبعد التوب والسقف في البيت الاجهزه كمان كمان. ما جميل، كلام واضح يا دكتور، كلام واضح. اعمل الحاجه اللي ترضي ربنا. جميل، اعمل الحاجه اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى.